أعزائي المشاهدين، أبنائي طلبة الصف الثالث الثانوي العلمي، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في سلسلة ندواتنا التعليمية. أبنائي طلبة الصف الثالث الثانوي العلمي، ندوتنا لهذا اليوم لمادة الرياضيات التي نتناول الكتاب الثاني بعنوان المستويات والمستقيمات في الفراغ. أبنائي الطلبة، يسرني أن أرحب بالضيوف الكرام، الأستاذ محمد طيب درويش، موجه في تربية ريف دمشق. شكرا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الآن سنها حجازي، مدرسة في تربية القنيطرة. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا. أبنائي الطلبة، نأمل منكم إحضار الورقة والكلم والقلم والكتاب ومتابعة الندوة وإغناء هذه الندوة باتصالاتكم عبر أرقام الهاتف التي سوف تظهر أسفل الشاشة. أبنائي الطلبة، من أجل الفائدة نأمل منكم المتابعة بشكل دقيق والمشاركة بهذه الندوة. ندوتنا لهذا اليوم للصف الثالث ثانوي العلمي هي محتويات الوحدة الثالثة، تتكون من المستقيمات والمستويات في الفراغ. هذه الوحدة مقسمة إلى عدة دروس، المستقيم والمستوي بصفتها مراكز أبعاد متناسبة. أما الدرس الثاني التمثيلات الوسطية، والدرس الثالث تقاطع مستقيمات ومستويات، والدرس الرابع تقاطع ثلاثة مستويات. هذه محتوى الوحدة. الآن سوف نتناول الوحدة بكاملة، من المستقيم والمستوي بصفتها مراكز أبعاد متناسبة، والانتقال إلى التمثيلات الوسطية، وتقاطع مستقيمات ومستويات، وتقاطع ثلاثة مستويات. درستم أبنائي الطلبة مركز الأبعاد المتناسبة في الصف الثاني الثانوي العلمي، والآن نعيده بشكل أوسع. مركز الأبعاد المتناسبة لنقطتين يقع على المستقيم الواصل بينهما، ومركز الأبعاد المتناسبة لثلاثة نقاط يقع في المستوي الذي يحوي هذه النقاط الثلاث. يتعين مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين المثقلتين بالنقطة A ألفا و B بيتا بالشروط التالية التي تظهر على الشاشة: ألفا بجي A زائد بيتا بجي B وتساوي الصفر، أو بعلاقة شعاع الموضع AG تساوي بيتا على ألفا زائد بيتا بـ A. سوف ندعم هذا الأمر بالأمثلة، ويسرني أن أبدأ بأنسة نهى حجازي. لأنسة نهى، لدينا مثال في الكتاب صفحة 79، هلا شرحت لنا هذا المثال، تفضلي. لدينا رباعي وجوب. بداية أنسة نهى، ضعي الكتاب على الشكل لنرى، ثم نبدأ بالحل. تماما، هذا الشكل. نعم، لدينا رباعي وجوه A B C D، ولدينا A و K متصفا الحرفين A B و C D. تماما، ولدينا النقطتين G و L، نقطتان معرفتان بالعلاقتين A L تساوي تلت A D، ولدينا C J تساوي تلتين سي بي. تماما، هذا هي فرضيات المسألة أنسنها. الآن نريد أن نتحقق كيف نحل هذا المثال، تفضلي أنسنها. المطلوب أن نثبت أن جي وآي وكي تقع على استقامة واحدة. جي وآي وكي تقع على استقامة واحدة. لنبدأ بالعلاقة الأولى المعطاة أل تساوي تلت آدي. من هذه العلاقة نجد أن L هي مركز أبعاد متناسبة للنقطة D تثقلتها واحد، والنقطة A تثقلتها اثنين. تماما، ولدينا من العلاقة الأخرى CG تساوي تلتين CB. من هذه العلاقة نجد أن B تثقلتها اثنين و LC تثقلتها واحد. نعم، وبفرض أن G فتحة هي مركز جي فتحة هي مركز أبعاد المتناسبة للنقاط A B C D التي تمثل رؤوس رباعي الوجوه، نجد أن
الجي فتحة هي مركز أبعاد متناسبة للنقطة L التي تثقلتها 3 والنقطة G التي تثقلتها 3، وبالتالي نجد أن الجي فتحة تقع منتصف IK. أنت ذكرت أن ومنتصف ذكرت أن تثقيلة النقطة K نعم 3، من هي النقطة التي تثقلتها 3 والنقطة الثانية تثقلتها 3؟ نعم وبالتالي جي فتحة يقع منتصف. لماذا؟ بالمنتصف. لماذا جي فتحة تقع في المنتصف؟ لدينا نعم نعم تفضلي. من علاقة مركز الأبعاد المتناسبة تمام. نجد أن ال جي فتحة تساوي 1/2 من ال جي. حبذا لو كتبت لنا هذه العلاقة آنسة لتتوضح على الشكل. إذن لنكتب العلاقة. تمام، نحن لدينا ال ال تثقيلتها 3 والجي تثقيلتها 3 تماما، وكون جي فتحة حسب الخاصة التجميعية، الخاصة التجميعية جي فتحة هي مركز أبعاد متناسبة لرؤوس رباعي الوجوه. هذا بالفرض. نعم نعم، نجد أن جي فتحة هي مركز أبعاد متناسبة للنقطة L3 والجي 3. إذن باستخدام العلاقة التجميعية تماما تمام. من علاقة مركز الأبعاد نجد أن LG فتحة، وهنا LG تثقيلة الجي بالبسط نعم. مجموع تثقيلتين 6 بالاختصار نعم. نجد أن 1/2 تمام، نجد أنها بالمنتصف. LG فتحة تقع منتصف LG تمام، بس حبذا الورقة قليلا نحو الأعلى تماما طبعا. بهذا الشكل العلاقة تتوضح. إذن هذه العلاقة أوضحت لنا أن جي تكون في منتصف الجي تماما. ونلاحظ من الشكل أن منتصف الجي فتحة صارت تنطبق معنا على النقطة جي نعم بالمنتصف. إذن جي فتحة هي من الشكل، من الشكل نجده نعم من الشكل لنرى هذا الشكل. من الشكل لدينا نحن جي منتصف الجي ونحن وجدنا أن جي فتحة هي بمنتصف الجي وبالتالي جي فتحة انطبقت على النقطة جي تماما. إذا كما نلاحظ على الشكل سكان حبذا لو أخذت لنا المادة العلمية من اللابتوب فنلاحظ تماما كما في الشكل تتوضح لدينا بشكل أفضل هذه القطعة المستقيمة الواصلة من ال و جي وهذه جي هي تقع في المنتصف بالمنتصف. تماما الآن إذا النقاط اي جي كي تقع على استقامة واحدة يعني أثبتنا هون أنه نعم تفضل أستاذ إحدى النقاط هي مركز أبعاد لنقطة باقيتين أنه بالمقدمة ذكرت أن مركز عدد ناسبة لنقطة ثلاث نقاط يقع على المستقيم الواصل بينهما تمام وبين النقطتين فعلى استقامة واحدة. فالفكرة هون الخطة أنه إحنا أثبتنا أنه إحدى النقاط هي مركز أبعاد متناسبة نقطتين بقيتين تماما فصار الاستقامة واحدة. إذا هذه النقطة تقع على استقامة واحدة. طالما أستاذ أنت ذكرت به هذا الأمر إذا خلاصة الأمر إذا أردنا أن نثبت أن نقطة تقع على المستقيم الواصل بين نقطتين تمام. نكتفي بإثبات أن هذه النقطة أو أحد هذه النقاط هي تمام. مركز أبعاد متناسبة للنقطتين الباقيتين. النقطتين الباقيتين. شكرا لهذه المشاركة أستاذ محمد. الآن نريد أن إذا كانت لدينا ثلاثة نقاط نستوضح على الأمر الذي موجود في المثال صفحة 80 أستاذ محمد تمام. حبذا لو بدأت لنا ضع الكتاب آنسة. طبعا بمثال صفحة 80 في عنا A B C D E F G H مكعب نعم و I و J منتصفا الحرفين A B و B C بالترتيب و K هي مركز أبعاد متناسبة للنقاط المثقلة A1 B2 C1 و H1. إذن هون أخذ K مركز أبعاد بأربعة نقاط A والB والC والH مثقلة بأعداد موجودة تماما. المطلوب إثبات وقوع النقاط الأربع I, J, K, H في مستوى واحد
طبعا ذكر أستاذ خالد المقدمة مركز بعث نسبي لثلاث نقاط يقع في نفس المستوي. نعم. في نفس المستوي. فيكفي هو أن نثبت أن نقطة هي مركز بعث للنقاط البقية. إحدى هذه النقاط. إحدى هذه النقاط. تمام. فلإثباتها هون الأفضل أنه أثبت أنه الكي هي طبعا حسب ما راسمين بالشكل واضحين المثلث باللون نعم. الأحمر H I J وحاطين كي. إذا قدرنا أثبت أنه كي هي مركز بعث مناسبة للنقاط المثقلة A1 B2 C1 H1 فإن كي تقع في المستوي A B C عفوا H H I J H I J تمام. إذا قدرنا أثبتها فيهم لإثباتها ما هي خطوات العمل برأيك أستاذ؟ نستخدم هنا الخاصة التجميعية تمام. طبعا بنلاحظ هون النقاط عطونيها هون النقاط A B C H مؤقتا هي نقاط هي موجودة وبدخل الاي والجي الاي والجي معهن نعم. فنحن بدي أحاول أربط الاي والجي بهالنقاط هي تماما تمام. ما هو تثقيل النقطة بي أستاذ محمد لدينا هنا بالفرض؟ بالفرض تثقيل النقطة بي هي 2 تماما ويمكن هون استخدامها مرتين استخدامها مع السي بثقل واحد ومع الاي بثقل واحد يعني ممكن يعني استخدام الاي قسمنا النقطة بي إلى جزئين. إلى جزئين تماما يعني كأنه صار بي واحد وبي اثنين تماما أول مرة ثقلها واحد مع الاي وثاني مرة ثقلها واحد أيضا مع السي تمام. كما ذكرت أن النقطة بي واحد وبي اثنين ولكن هذه النقطتان هما طبقتان تمام إذن تمام. فيمكن استخدامها مرتين بحيث أنه نقسم الثقال حسب حاجتنا حسب حاجتنا نعم. نبدأ بالأول تمام بالبداية من الفرض I هي منتصف AB تماما كما نلاحظ تمام بالتالي تكون I هي مركز أبعاد متناسبة لنقطتين مثقلتين A1 و B1 تماما كما نلاحظ نكون أخذنا A1 و B1 تماما أيضا J بالفرض هي منتصف البيسي أيضا J هي مركز أبعاد متناسبة لC1 و B1 تماما إذن صار عندي هلا بي مرتين أخذنا B1 مع الA و B1 مع الC جيد تمام بالتالي بحسب الخاصة التجميعية بدل ما أخذ مركز أبعاد متناسبة للA والB والC ممكن أخذ للA بثقل 2 طبعا الI ثقل 2 وJ بثقل 2 تماما بالتالي مركزهم هو منتصف القطعة IJ جي وكم يكون ثقل الجي بهذه الحالة؟ ثقل الجي 2 وثقل الاي 2 تمام. والمنتصف ال هون اخذناه المنتصف ال حتكون 4 اذا ال ال هي مركز اذا ال اصبحت مركز متناسبه النقطة اي 1 بي 2 سي 1 تماما اصبح عندنا ال هي 4 لانه حسب الخاصه التجميعيه هي مركز الاي 2 وجي 2 تماما بهذا الشكل إذا استخدمنا هنا أيضا مرة ثانية العلاقة التجميعية لإثبات أن L هي مركز الأبعاد المتناسبة لكل من النقطتين I2 و G2 تمام ثم ماذا بعد ذلك طبعا بالفرض بالفرض أن K هي مركز أبعاد متناسبة النقاط الأربع الـ A والـ B والـ C والـ H تماما جمعنا الـ A والـ B والـ C بـ L باقي الـ H بالتالي حسب الخاصة التجميعية أيضا K هي مركز أبعاد متناسبة للنقطة H1 اللي ما استخدمناها والـ L صار عندي 4 تماما والـ 4 ممكن بأي دستور دستور موضع أو دستور علاقة شواعية حيطلع معي التثقيلة أنا بيهمني أنه صار عندي الـ K الـ K هل هي مركز أبعاد متناسبة للنقاط الأربعة الأربعة هل هي منين A و B و C و H أصبحت هي مركز متناسبة للنقاط الـ I والـ J والـ H تماما فهي تقع في مستوي I J H أستاذ محمد أنت تقصد أن من فرض المسألة أن تثقيل النقطة K هو 5 تمام لأن النقطة H تثقيلها 1 تمام وتثقيل النقطة A 1 وتثقيل النقطة C 1 وتثقيل النقطة B 2 تمام تمام إذا وعدنا ترتيب هذا التوزيع تمام بحيث أن أخذنا النقطة I بدل الـ A والـ B 1 تماما والـ G أيضا بدل الـ C 1 والـ B 1 وهذه باستخدام العلاقة التجميعية حق تمام. لنا أن نستخدم هذه العلاقة فقط تمام وبالتالي حصلنا على ثقل الـ L 4 4 وثقل الـ H 1 وهو مساوي لثقل النقطة K إذن الخمسة خمسة صحيح إذا وبالتالي نستنتج أن هذه النقاط تقع في مستوى مستوى واحد
الاي والجي والاتش، واخيرا الكي هي مركز ابعاد متناسبه النقاط الثلاثه الاي والجي والاتش. تماما. انسى نهى، هل نستطيع ان نستخدم مركز ابعاد المتناسب في اثبات ان هناك مستقيمات متساويه متقاطعه، اثبات مستقيمات متقاطعة في نقطة واحدة؟ نعم. أنت تعلمين أنسى أن التقاطع في المستقيمات الفراغ ليس بالأمر البسيط. نعم. نعم. لدينا المسألة 6 صفحة 95. افتح لنا الكتاب على المسألة السادسة صفحة 95. تماما. وأعرض لنا الشكل في إثبات. تماما. هذه المسألة السادسة. تمام. تفضل اقرأ النص. لدينا رباعي وجوه A B C D، ولتكن X من المجال المفتوح 0 1، ولتكن لدينا النقاط B و Q و R و S، نقاط تحقق العلاقات الشعاعية التالية: A B تساوي X A B، A Q تساوي X A D، C R تساوي X C D، و سي اس تساوي اكس بي سي بي. طيب لنتابع على اللابتوب الشكل موضح بشكل افضل والمرسوم. تفضل انسة تابع معنا. تمام. اذا ما المطلوب؟ المطلوب اثبت تلاقي المستقيمات اي جي بي ار وكيو اس في نقطة واحدة. تمام. كما يظهر على على الشاشة بهذا الشكل. تفضل أنسة. تمام. ما كيف نبدأ؟ من العلاقة المعطاة AB تساوي X بAB. نعم. نجد أن البي مركز أبعاد متناسبة للنقطة B تسقيلتها X والنقطة A تسقيلتها 1 ناقص X. تماما. إذن كما لاحظي أنسة كيف اخترنا أن مقام الX هو 1. نعم. فيمكن كتابته 1 ناقص X و 1 زائد X. يعني جمعنا وطرحنا من أجل حساب التثقيلات. تفضلي نوضح هذه التثقيلات على الشكل. نعم. تفضلي. لدينا العلاقة الأخرى CR تساوي X BCD. تماما. هل يمكن نستنتاج أن التثقيلات بنفس الأسلوب البقية؟ نعم بنفس الأسلوب. طيب. نجد تسقيلة DX وتسقيلة C 1 ناقص X. تماما. وكذلك بالنسبة للنقاط Q و S يمكن إيجاد تثقيلاتهم بنفس النمط. كيو كم يكون تثقيلها كما نلاحظ على الشاشة؟ كيو واحد. واحد. والإس؟ الإس واحد. والآر؟ والآر واحد والبي واحد. تمام. كما نلاحظ على الشكل. إذا لنعيد الترتيب مرة أخرى. النقطة A تثقيلها واحد ناقص إكس. نعم. والنقطة B تثقيلها إكس. والنقطة C هي 1 ناقص X و D هي X. وبالتالي استخدمت أنت العلاقة التجميعية الخاصة التجميعية. نعم. في إثبات أن النقطة Q هي تقع في المنتصف و S في المنتصف وكذلك R و B في المنتصف. تمام. تمام. هل هذا الأمر يعني أن النقاط هي تتقاطع في نقطة واحدة؟ نعم لنجد ذلك. لنجد ذلك. نعم. تفضل. لدينا I منتصف الآي منتصف آسي. تماما. تماما. وبالتالي نجد أن الآي هي مركز أبعاد متناسبة للنقطة سي تسقيلتها 1 ناقص إكس والنقطة آ تسقيلتها 1 ناقص إكس. تماما. ولدينا جي منتصف بي دي. تماما. نجد أن جي هي مركز أبعاد متناسبة كذلك للنقطة دي تسقيلتها إكس وبي تسقيلتها إكس. ونفرض أن جي مركز أبعاد متناسبة للنقاط المثقلة A B C D بالتثقيلات. نعم. كم يكون تثقيل النقطة جي عندي في هذه الحالة؟ مجموعة تثقيلات. مجموعة تثقيلات. نعم. نعم. مجموعة تثقيلات. نعم. تماماً. بالتالي حسب الخاصة التجميعية نجد أن جي هي مركز أبعاد متناسبة للنقطتين I و G. I و G. تماماً. وبالتالي جي تنتمي للمستقيم I J. وهل النقطة جي هي تنتمي إلى القطعة المستقيمة SQ؟ تماما بنفس الأسلوب ممكن إثبات ذلك. إثبات ذلك. كم يكون تثقيل Q؟ Q تثقيلتها واحد. والS؟ واحد. إذن بنفس الأسلوب. تماما. والB كم يكون تثقيلها؟ الB واحد والR واحد. إذن وبالتالي G هي مركز أبعاد متناسبة لهما
وبالتالي المستقيمات ثلاثة متقاطعة بالنقطة جي. في النقطة جي. إذن أبنائي الطلبة أيضا استفدنا من أن مركز أبعاد متناسبة في إثبات تقاطع مستقيمات في الفراغ. أستاذ محمد، هل لاحظ معنا من الأمر ليس بالبسيط إثبات تقاطع مستقيمات في الفراغ؟ تمام تماما تماما. إذن هون مثل ما زميلتنا ذكرت، استخدمنا الخاصة التجميعية لإيجاد مركز أبعاد متناسبة بأكثر من طريقة. نعم، جمعنا كل نقطتين مع بعضهم بطريقة أولى وطريقة ثالثة. طبعا المركز هو وحيد على حسب التدقيقات اللي عندنا، هو مركز وحيد، هو بالتعريف هي نقطة وحيدة تحقق الخاصة. نعم، إذا غيرنا الأثقال حيطلع مركز جديد. مركز جديد، نعم تمام. ضمن الأثقال الموجودة حيكون وحيد. فنحن هون أخذنا فرضيات هذه المسألة. تمام، هي نعم. جي نقطة وحيدة. إذا تلاحظين آنسة أننا تم توظيف مركز الأبعاد المتناسبة في عدة مواضع. تماما، منها ثلاث مستقيمات بنقطة واحدة، منها أيضا كمان أنها تقع في على استقامة واحدة. تماما، ثلاث نقاط، ممكن أربع نقاط تقع بمستوي واحد. تماما، إذا هذه من أحد توظيفات مركز الأبعاد المتناسبة. طيب، إذا بعد ذلك أستاذ التمثيل، إذا أردنا أن نمثل وسيطين لمستقيم، هل يمكن أن نوظف مركز أبعاد المتناسبة في التمثيلات الوسطية المستقيم؟ برأيك كيف يكون التمثيلات الوسطية المستقيم؟ طبعا بالفقرة الأولى من الوحدة هون حطوا لي كان عنوان المستقيم والمستوي بصفتيهما مراكز أبعاد متناسبة. نعم تمام. فالمستقيم تمام، فهون المستقيم هو عبارة عن مجموعة أبعاد متناسبة. فإذا بدي أخذها كاستخراج كعلاقة، في عندي ارتباط خطي، نقطة من المستقيم بتكون مرتبطة خطية مع شواع توجيه المستقيم بالنقطة المستقيم. إذا عملت شواع من نقطة درجة M مع AM مثلا مع شواع التوجيه U، تمام، فحيكون في ارتباط خطي. الارتباط الخطي هون بإمكاني استخدم أو استخرج تمثيل وسيطي أو علاقات وسيطية للمستقيم. طبعا احنا بالمستقيم المستوي في عندنا معادلات، نعم. بينما هون بالفراغ فصار عندي شيء تمثيل وسيطي، علاقات تربط ما بين نقاط تقع الاستقامة واحدة في الفراغ. إذا لاحظ معي أن الشعاع AM والشعاع U مرتبطان خطيا. تمام. النقطة A ثابتة. تمام. والنقطة M هي تتحرك على هذا المستقيم. تمام. إذا هي أو بمعنى آخر هي مجموعة نقاط المستقيم التي تحقق هذه العلاقة. تمام. وبالتالي طالما هنا توجد ارتباط خطي، إذا يوجد عدد حقيقي مثلا تي تي تمام. يحقق. نكتب هذه التمثيلات الوسطية، لاحظ معنا هذا الشعاع AM تمام ب x ناقص x صفر، y ناقص y صفر، وz ناقص z صفر. وإذا كتبنا الشعاع تي بي يو، تمام، إذا هو عبارة عن تي بي اي زائد، طبعا مركبات اليو هي اي بي سي، تماما، فالشعاع تي بي يو هو عبارة عن مركباته تي بي اي فاصلة تي بي فاصلة تي بي سي، وهذه المركبات هي متناسبة. تمام. كم لماذا متناسبة؟ ارتباط خطي، إذا هو اي ام يساوي تي بي يو، بالتالي صار المركبة اكس ناقص اكس صفر يساوي تي بي اي، واي ناقص واي صفر هي تي بي، وزد ناقص صفر يساوي الى تي بي سي او سي بي تي. وبدل يمكن عزل اكس واي وزد، تصبح تمثيل وسيطي اكس يساوي اكس صفر زائد اي بي تي، واي يساوي واي صفر زائد بي بي تي، وزد يساوي زد صفر زائد سي بي تي، حيث تي عدد حقيقي ينتمي لار في حاله المستقيم. طبعا. ايا كانت تي من ار، بنكون اخذنا مجموع جميع نقاط المستقيم اي بي. إذا التي تحقق هذه العلاقات فتسمى تمثيلا وسيطيا. بمعنى آخر أنه كلما أعطينا عددا حقيقيا لتي فنحصل على نقطة من هالمستقيم، من هذا المستقيم. تمام. فمجموعة هذه النقاط هي تمثل المستقيم. تمام، تمثل المستقيم. فهم كون أخذنا شيء اسمه تمثيل وسيط، وهي عبارة عن علاقات تربط بين نقاط الفراغ تقع الاستقامة واحدة من علاقة الارتباط الخطي. فكل ما أعطينا عددا حقيقيا تي نحصل على نقطة جديدة، وبالتالي هذه النقاط تقع في استقامة واحدة. تمام. أنسى نهى لنأخذ مثالا حول هذا ما تفضل به الأستاذ محمد. صفحة 82 مثال، تفضلي. لدينا النقطتان 1 2 3
ونقطة ب تدخلتها 2 لا احداث فيها 3 1 نعم. مطلوب مني ايجاد تمثيلات وسطية للمستقيم ا ب. تماما. بداية نوجد شعاع توجيه للمستقيم ا ب. قبل ان نبدا اذا اريد ان ما هي الاشياء الاساسيه لمعرفه كتابه التمثيلات الوسطيه للمستقيم؟ ما هي شعاع توجيه يمثل المستقيم ونقطه تنتمي الى المستقيم. النقطه هنا يمكن اختيار اما النقطه A او النقطه B. تمام. وشعاع التوجيه هو ا ب. شعاع ا ب. نعم تمام. هذه نكتب التمثيلات الوسطيه ثم بالتعويض نجد ان x تساوي t زائد النقطه A، y تساوي t زائد النقطه 2، وz تساوي ناقص 2 t زائد 3. هنا أضفنا النقطة A. تماما. أريد توضيح لك كيف حصلنا على هذه المركبات، من أين، ماذا فعلنا، ماذا استفدنا من شعاع التوجيه؟ شعاع التوجيه يضرب الوسيط T. تماما تماما. يصبح لدينا T T ناقص 2 T. تماما. هذه يسوي تناسب المركبات تماما. ما بين الشعاع AM وAB. تمام. أستاذ محمد، أنت ذكرت أن في كل مرة كنت تقول أن تي هي تنتمي إلى R. تمام. وإذا كانت تي تنتمي إلى R فكنا نحصل على معادلة مستقيم كامل. تماما. طيب إذا كانت النقطة أريد أنا تمثيلا وسطيا لقطعة مستقيمة محددة لها بداية ولها نهاية. تمام. هل يختلف شيئا؟ تمام. إذا التي أصبحت محدودة ما بين الصفر الواحد. تمام. يعني لما بناخذ مثلا بداية القطعة A ونهايتها B فبناخذ من صفر لواحد، إذا عوضنا كل تي بصفر نكون حصلنا على A، كل تي بواحد حصلنا على B، مثلا نصف أخذنا منتصفها، ربع أخذنا ربعها، فنحن بناخذ تي من صفر إلى واحد مجال مغلق. إذا تي معناتها تنتمي جزء صارت عبارة عن قطعة مستقيمة، إذا تي تنتمي للمجال المغلق من صفر إلى واحد. تماما. حبذا لو رسمت لنا شعاع بالمسطرة أنا أرسم لنا قطعة مستقيمة و قطعة مستقيمة. أوكي. قطعة مستقيمة بدايتها A ونهايتها B، ولنقل AM AM كشعاع يساوي نصف AB. أين تقع هذه النقطة M؟ في منتصف القطعة المستقيمة AB. تماما. وإذا كانت AB تساوي ثلث AM تساوي AM يساوي ثلث AB. تمام. كشعاع إذا أين تقع A B B تجزأ إلى ثلاث أقسام متساوية. نعم. AM الآن يخطر ببالي، هل إذا أستاذ محمد إذا كانت قيمة T هي أكبر من الواحد. تمام. هل تقع النقطة M داخل القطعة المستقيمة أم خارج القطعة المستقيمة؟ تمام. لنأخذ مثالا توضيحيا. تمام. مثلا أستاذ محمد أكتب لنا AM AM يساوي 2 مثلا 2 AB 2 AB. إذا هون أصبح الاثنين أكبر من واحد. خلينا نراها بالشكل نرسم. تمام. نعم. هاي AB. تفضل أستاذ محمد. إذا صار عندي AM يساوي 2 AB، إذا على استقامتها لكن ضعفي كطويلة. إذا M تمام صار عندي تقع خارج القطعة AB. إذا لا أستاذ محمد أنت ذكرت أن الشعاع هي نفس الاستقامة. تمام. وتقع على امتدادها. تمام. ولكن طول القطعة المستقيمة AM ضعفي القطعة المستقيمة AB. ولو كانت مثلا 1.5 كمان 1.5 كمان خارجها، إذا بس تخطينا الواحد صارت خارج القطعة المستقيمة. تمام. بالتالي حصلنا على مستقيم نصف مستقيم حسب المعطيات أو البداية. تمام. أنا شنوها قد يخطر ببالي أن لو كان هناك تي عددا سالبا. تمام. مثلا أكتب لنا AM تساوي AM تساوي ناقص 2 AB، وارسم لنا شعاع قطعة مستقيمة AB ونريد أن نستوضح أين تقع هذه النقطة. تماما.
AM ضعفي AB ولكن تخالفها بالجهة. تمام. إذا العدد السالب ماذا يعني نقصد به؟ يخالف الجهة. وبالتالي أين تقع النقطة N؟ خارج. إذا على في الجهة المعاكسة. المعاكسة للشعاع AB. تماما. أشكرك. الآن أبنائي الطلبة سوف نتناول التمثيل الوسيطي لقطعة مستقيمة. فنلاحظ أن هذه القطعة المستقيمة بدايتها A ونهايتها B، وهي شعاع التوجيه لها AB، سنرمز له بU، مركباته ABC. فإذا كانت النقطة M هي تقع على قطعة المستقيمة AB، فإن AM تساوي T في AB، وبالتالي T في هذه الحالة تكون تنتمي من الصفر إلى الواحد. كما ذكر الأستاذ محمد أن إذا كانت T هي صفر فتكون النقطة على النقطة A نحصل على النقطة A، وإذا كانت T تساوي واحد فنحصل على النقطة B. تماما. إذا بشكل عام AM يساوي T BU، ونكتب التمثيلات الوسيطية ولا ننسى أن هنا الشرط أن T تنتمي من صفر إلى واحد. إذا كانت تنتمي إلى الـ R فنقول أنها تمثل المستقيم. تمام. تماما. نأخذ مثالا حول ذلك. المثال صفحة 84. أستاذ محمد 84 كما يظهر لدينا في الشكل، لدينا النقطتين A. نقطتين A و B. A و B. إحداثيات الـ A ناقص 2 1 0. تماما. والنقطة B إحداثياها 2 3 1. تماما. المطلوب اعطي تمثيلا وسيطيا لكل من بدايه نريد فقط القطعه المستقيمه AB. نعم. تمام. طبعا احنا بحاجه هون لشعاع توجيه لل AB القطعه المستقيمه. تمام. شعاع التوجيه AB ممكن نكتب على واضح. تمام. بيبنى. واضح واضح. اذا اخذنا هو البي ناقص الاي فبنحصل على المركبات، هي عباره عن 4 2 1. طبعا هي صار عندي جاهزه بتعويض ال A وال B وال C عرفناهم، منعوض بيطلع عندي X يساوي 4 T زائد طبعا هون رح ناخذ إكسات ال A اخذنا من صفر الى واحد. تماما. فإكسات ال A منعوض ايضا نقطة A اللي هي عبارة عن مركبات 2 1 ناقص 1. طيب استاذ محمد، لنفترض انا احد اظن بدل من اختار النقطة B اخترت النقطة A او اخترت النقطة B في القطعة المستقيمة، هل يوجد فرق؟ تمام تماما. هلا لو جربناها، لو حدا يجربها انه اخذ البي بدل الاي اخذ باقي النقاط ما حتزبط معي ضمن القطعة AB. لما اخذ شعاع التوجيه AB بدي اخذ النقطة A هي دي ابدا فيها والتي من صفر الى واحد. تماما. اذا اخذ شعاع التوجيه BA ببدا من بي ايضا من صفر لواحد. شعاع التوجيه اللي اخذنا هو اللي بدي يحدد نقطة اللي بدي عوض فيها نقطة البداية. نقطة البداية. شعاع التوجيه بيدنا، فنحن بنختار A أو B حسب شعاع التوجيه احنا أخذناه بالبداية، إنه أنا أخذت التي حصرا أخذته هون ب من صفر إلى واحد. تماما. يا مضطر ساعة تغيرتي ما بنفوت بمتاهات تغيرتي. طب الآن نريد أن نتحدث بنفس التدرب المثال. تمام. النصف المستقيم. تمام. إيه. إذا أردنا أن نكتب معادلة نصف المستقيم طبعا بدنا نحدد نصف المستقيم BA أو AB. أريد BA. تمام BA. فكيف يكون شعاع التوجيه؟ تمام. إذا شعاع التوجيه اللي حيكون هو عبارة عن من B لA. نعم. شعاع BA طبعا النهاية ناقص بداية هي A ناقص الB، فصار هو عبارة عن سالب 4 سالب 2 سالب 1. وأيضا هون نأخذ النقطة أيضا البداية هي B. تماما. والتي ينتمي بصارت عندي هو من صفر للزائد لا نهاية. نعم. فالتي ينتمي للمجال من صفر إلى زائد لا نهاية. هنا ذكرنا قطعة مستقيمة من صفر إلى واحد. تماما. المستقيم لآر. نعم. نص المستقيم من صفر إلى الزائد لا نهاية. إذا أشكرك. هلا نؤكد هذا الكلام، التمثيل الوسيطي لنصف المستقيم. الفرق بين المستقيم ونصف المستقيم أن القطعة المستقيمة لها بداية ولها نهاية. تمام. نصف المستقيم ماذا له؟ له بداية وليس له نهاية. والمستقيم ليس له بداية أو نهاية. طبعا بالكتابة كثير ما نكون دقيقين، لما نحط AB أو BA طبعا البداية نعم نثبتها
بنلاحظ بالكتابة عندي قوس مجال وقوس طبعا الأقواس عندنا من نميز بيناتهم. نعم تفضل. لدينا مشاركة اتصالات شهد من القنيطرة. ألو. ألو نعم أهلا وسهلا. عمو أهلا وسهلا أليمي الله يسلمك. بزي أشوي. نعم. ألو. نعم نعم أهلا وسهلا تفضلي. أنا علمي بس ما بعرف شلون بدي طلع المستقيم. إيجاد التمثيلات تقصدين التمثيلات الوسطية والمستقيم. إيه. تماما. طيب التمثيلات الوسطية والمستقيم. المستقيم كما ذكرنا. ماذا يتطلب لدينا؟ نقطة. وماذا أيضا؟ وشعاع توجيه أليس كذلك؟ طيب إذا كان إذا علمنا نقطتان من يكون شعاع التوجيه؟ يشهد من يكون شعاع التوجيه إذا كان نقطة أو نقطة ب من يكون شعاع التوجيه؟ بسمع إذا علمنا نقطتان شعاع نقطتان A و B فمن يكون شعاع التوجيه؟ B. كيف نوجد شعاع التوجيه؟ كيف نوجد شعاع التوجيه؟ A B ما هي؟ طيب لاحظ هل لديك سؤال محدد أم يوجد مشاركة يعني تريد الاختبار ما أعرف كيف نوجد التمثيلات الوسطية للمستقيم؟ هل طيب لا يوجد لديك سؤال تابع على الشاشة لدينا وبشكل مباشر. لاحظ النقطة A ما هي مركبات النقطة A كما تظهر على الشاشة النقطة A واحد اكتبي واحد اثنين ثلاثة والنقطة B 2 3 1 تماما؟ تمام. طيب كيف نوجد مركبة الشعاع أبي؟ ما هي مركبة الشعاع أبي؟ هل النهاية ناقص البداية؟ نعم. نعم، إيه ما هي مركباتها؟ يعني 2 ناقص 1 ماذا يساوي؟ 1 1 و3 ناقص 2 نعم و3 ناقص 2 مركبات 1 أيضا 1 والراقم 1 ناقص 3 كم يكون الناتج؟ 0 1 ناقص 3 ألو 1 ناقص 3 شهد بسمع بسمع 1 ناقص 3 كم يكون الناتج؟ ناقص 2 تماما. وما هي التمثيلات الوسطية؟ فنقول A A A B ماذا يساوي؟ A M يساوي T B A B أليس كذلك؟ بلى نعم. وتلاحظين على الشاشة X ماذا تساوي؟ هل تشاهدين الشاشة التلفاز؟ X تساوي A B T زائد X صفر تمام؟ تمام. والواي B B T زائد Y صفر والزد ألو أيوة أيوة الزد يساوي C B T زائد Z صفر تماما؟ نعم. طيب الـ A B C هل هي مركبات الشعاع A B؟ نعم. إذا بالتعويض والتعويض عن نقطة A مثلا فنحصل على تمثيلات وسطية ولا تنسى أن T إلى أين تنتمي إلى R. نعم. نعم هل من شيء آخر أو استفسار أو توضيح؟ شاهد يبدو الصوت ما واضح عندها. يعني نعم شكرا للمشاركة من شهد ونتمنى أن تكون وصلت المعلومة بشكل دقيق. التمثيل الوسطي نتابع مع التمثيل الوسطي لنصف المستقيم أبنائي الطلبة كما ذكر الأستاذ محمد أن له بداية وليس له نهاية فكما نرى على الشاشة أن هذا نصف المستقيم مركباته الشعاع AB مثلا هي AB والعلاقة الشعاعية لنصف المستقيم هي AM تساوي T في AB وتكون T تنتمي المجال من الصفر حتى الزائد لا نهاية. AM تساوي T U هذه العلاقة للتعويض عن AB والتعويض عن العلاقات المركبات الأحداثيات الـ X والـ Y. تمام إذا منعوض هون على في هون النقطة اللي حكينا هي البداية إيه عوضنا والشعاع طبعا مركبات شعاع احنا طلعنا مركبات شعاع او بيكونوا عاطين اياها احيانا بالمساله بيكون مستقيم دي يقبل شعاع توجيه يو
تمام. يعطونا جاهز، هو مجرد تعويض. احيانا بطلع انا طالع بقول المستقيم اي بي، انا بطلعش مثل ما حكيت الاستاذ انه بطلع النهايه ناقص البدايه، حددناها شو على توجيه اي بي، بنطلع مركباته بعضها تعويض بالعلاقه، بنعوض تعويض عادي وما بننسى انه فعلا هون نصف المستقيم تي ينتهي من مجال من صفر الى الزائد لا نهايه. تماما، ولا ننسى ان نختار النقطه اي. تمام، البدايه. البدايه اذا كان نصف المستقيم بي اي بيكون شواع التوجيه بي اي، ونختار نقطة بي بالتعويض. مثال استاذ، لدينا مثال صفحة 84 استاذ محمد، تدرب 2 صفحة 84، فلدينا النقطتان اه. هلا اشتغلنا هون في اشتغلنا تمام ايه؟ لا اخذنا نص المستقيم بي اي. تمام تمام طيب. عذرا استاذ محمد، لدينا مشارك ايضا من غدير. نعم يا غدير. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا. ارفع الصوت قليلا، صوتك ارفع قليلا، تفضل يا محمد. مرحبا استاذ، اهلا اهلا وسهلا. إيه؟ انا بس في عندي سؤال بالصفحة 97 السؤال العاشر. الصفحة 97 السؤال العاشر، نعم. طيب لحظة قليلا أستاذ محمد، خلي تابع مع ما هو نص السؤال. افتح أستاذ محمد. لا هون بيقول لي نتأمل معلما متجانسا. نعم. بعدين بيقول لي احسب إحداثيات جي. طيب هذا المعلم، هل نستطيع يا غدير معرفة مركبات النقاط أبي أو بي سي؟ بكل سهولة بإيجاد من اختيار المعلم محطوط بالسؤال. ايوه ما كيف اخترت المعلم؟ من هي المعلم؟ او او ا او بي او سي من نص السؤال. تمام من نص السؤال، اذا هذا من نص السؤال. وما هي مركبات النقطه اي في رايك؟ واحد صفر صفر لانه ينطبق على الاكسات. تماما. وبي صفر واحد صفر لانه هي على الوايات. طبعا تماما. والسي صفر صفر واحد لانه هي على الزد وما بتطلع منه. جيد. طيب الآن ما هو الطلب الأول؟ ما هو المطلوب؟ إحداثيات الجي. إحداثيات الجي. كيف برأيك كيف نحصل على إحداثيات الجي؟ طالما يقول أنها هي مركز الثقل. من جمعهم على ثلاثة، جمع الإكسات على ثلاثة، جمع الوايات على ثلاثة، وجمع الزدات على ثلاثة قانون. تمام. جيد. طيب الطلب الثاني. بيطلع معنا بس الجي بيطلع معنا واحدة ثلاثة، وواحدة ثلاثة، وواحدة ثلاثة، صح؟ طيب كيف نثبت ان او جي عمود على ا بي سي؟ اذا طلعنا الشعاع اي بي و اي جي وضربنا او جي ب اي بي ورجعنا ضربنا او جي ب اي سي بيطلع معنا انه هو عمودي. تماما. اذا احسن اشوفه. طيب برايك الشعاع ا بي كم يكون؟ ناقص واحد واحد صفر او جي. تماما. لأنه إذا بنضربهم بالهي بيطلع معنا، يعني إذا بنخرجها من النقاط يلي طلعت معنا من الطلب السابق. تمام تمام أحسنت. أنا يبدو أنك طالب مجتهد ومتميز. نعم. وآسي كم يكون آسي؟ طيب أحسب لدينا الشعاع آسي. ناقص واحد صفر واحد. ناقص واحد صفر واحد، أحسنت. وفعلا بالجداء أو جي ضرب آ بي كم يكون ناتج؟ إذا ضربوا من بعض وبعض كم يكون ناتج؟ واحد صفر واحد ناقص واحد ثلاثة. اي ناقص واحد زائد واحد ثلاثة يساوي الصفر. تماما. فماذا يكون او جي و ا بي؟ شلون؟ ا جي او جي و ا بي هل هما متعامدان؟ ما الجداء السلمي. الجداء السلمي لا يساوي الصفر؟ ما بس ممكن تعلي صوتك استاذ لانه مو واضح. الجداء السلمي يساوي الصفر. ايه نعم. تماما. فهل هما متعامدان؟ ايه تماما. اذا بنفس الاسلوب نثبت ان او جي عمودي على اي سي. تمام. برايك يا غدير، هل اذا اكتفينا ان او جي عمودي على شعاعا واحدا، هل يكفي اثبات ان او جي يعامد مستويا؟ لا، ما لازم نثبتهم على اثنين. تماما احسنت. طيب الطلب الثاني، كيف تكتب معادله المستوي لدينا المركبات آ فتحة وبي فتحة وسي فتحة؟ هلا نحن لإيجاد معادلة مستوي بدنا إجباري نقطة وناظم. هلا في عنا نقطة
بس بدنا نوجد الناظم. اذا بدنا نوجد الناظم بنحسب اي بي اي فتحه بي فتحه. اذا فرضت ان هي ا بي سي تمام، لانه نحن بدنا نوجد اجباري شعاعين لحتى نطلع الناظم. من هو الشعاع الاول اللي اخترته؟ اي فتحه بي فتحه. فتحه بي فتحه تماما. يطلع عندي ناقص 220. احسنت. بعدين اذا بدي اوجد ا فتحه سي فتحه بيطلع عندي ناقص 203. تمام. بعدين بوجد الناظم. نوجد الناظم، كيف توجد الناظم؟ بضرب يعني بدي اثبت انه لانه الناظم هو بيكون عمودي على الشعاعين، فبضرب الناظم بال بي اي بي بالجداء السلمي، وبضرب الناظم بالاي سي بي اي فتحه اي سي بي اي فتحه سي فتحه. تمام. طيب انا سوف اعطيك الناظم مباشره ان هو عباره عن 3 3 2. تمام تمام، هذا الناظم. حلو. طيب كيف توجد معادلة المستوي؟ هلا في عنا ثلاث من اوجد انه القانون العام اللي هو بيقول لي يعني هلا بيطلع معي انه 3x زائد 3y زائد 2z ناقص 6، لانه هو اللي بيكون الناظم ضرب الاكس ناقص النقطة تماما بين قوسين زائد كمان يعني اعطيني المعادلة التي وجدتها. ما هي المعادلة التي اوجدتها؟ 3x زائد 3y زائد 2z ناقص 6. ناقص 6؟ تماما. تماما فعلا صحيحة. صحيحة. هذه المعادلة صحيحة، نعم. هلا فينا نحن نوجد شيء في هون سؤال انه فيني اوجد انه بما انه المستوي يقطع المحاور والمستوي بيقطع المحاور تمام فبوجد الاكس اكس على 2 زائد واي على 2 ولا لا؟ اعد الكلام مرة ثانية. اكس على 2 زائد اكس على 2 زائد واي على 2 زائد زد على 3، لانه هو المستوي ماذا يساوي؟ يساوي الواحد. تمام تماما تمام. احسنت. المستوي بيقطع المحاور. أنت متميز ولست جيد، أنت متميز. ففعلا غدير أنت ذكرت أن هذا المستوي يقطع المحاور الثلاث تماما في هذه النقاط، وبالتالي أنت أوجدت المعادلة باختصار وأحسنت، ويتنال الدرجة التامة ولا ينقص منها شيء. تماما أحسنت، هذا تميز. نعم. طيب أريد أن أسألك أنا الآن الطلب الذي يليه كيف حاولت به؟ لا هي اثبت ان ام اكس واي زد تنتمي الى المستقيم اي سي. نعم. هلا هو اي ام يساوي كي بي اي بي. احسنت. ام تساوي كي يساوي كي بي اي بي اي سي اي سي اي سي. نعم اي سي اي سي. وماذا بعد؟ بوجد الاي ام يلي هو اكس ام اكس اي تمام واي ناقص واي اي وزد ناقص زد اي تماما وتكتب التمثيلات الوسطية. تماما أحسنت. وبيطلع معي المركبات الوسطية بعدين. نعم. واحد طيب. ناقص كي واي يساوي صفر والزد يساوي كي. طيب وكيف نحسب أحداثيات النقطة كي المشتركة بين المستقيم آ سي والمستوي آ فتحة بي فتحة صفر؟ نقاط يعني هي بما أنه النقطة مشتركة بين المستقيم والمستوي. نعم. فينا نعوض بالتمثيلات الوسطية اللي طلعت معنا بالمعادلة المستوي. تماما نعوض التمثيلات الوسطيه في المستوي فنحصل على احداثيات النقطه كي. فبيطلع عندنا اكس على 2 زائد واي على 2 زائد زد على 3 يساوي الواحد، هي الاكس 1 ناقص كي على 2 لانه من التمثيلات الوسطيه. نعم. يساوي 0 على 2. لا 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 نريد خلاص هذه العمليات الحسابيه ساتاها لك، لكن احداثيات النقطه المشتركه بين المستقيم بي سي والمستوي كمان كيف ماذا توجد اولا؟ تمثيلات وسطية لمين؟ شلون؟ كيف توجد تمثيلات وسطية للمستقيم بي سي؟ هذه الخطوة الأولى، وماذا تفعل بعد؟ من أوجد اي بي ومنعوض كمان بمعادلة المستوي. تماما، إذا نوجد مع التمثيلات وسطية للمستقيم بي سي ونعوض في المستوي. طيب كيف تثبت توازي المستقيمات أ بي وأ فتحة بي فتحة سي فتحة؟ هذول أ بي بي أ فتحة بي فتحة. هي ما بدي أسألك عليها أستاذ. تماما. طيب آنسة نهى كيف يثبت هذا التوازي المستقيمات؟ نوجد مركبات الأشعة أ بي وأ فتحة بي فتحة وكي إل. تماما. يا غدير هل أوجد شعاع التوجيه أ بي؟ إي طبعا. أ بي. أ بي وشعاع التوجيه أ فتحة بي فتحة؟ موجود معي من الأول أنا حسبتهم كلهم. وشعاع التوجيه كي إل؟
كي ال لا لسه ما يعني بس بنوجد طبعا من اذا من الارتباط الخطي بيتم المطلوب. هل اذا تماما كما ذكرت الان كانت هذه الاشعه مرتبطه خطيا؟ اذا كانت الاشعه مرتبطه خطيا فبيكون المستقيمات المستقيمات الثلاث متوازية. اذا احسنت انت اجبت عليها بشكل جيد. طيب هذه المستويين A B C و فتحة ب فتحة C فتحة أين يتقاطعان برأيك؟ ما هي أي والله حاولت فيها بس ما طلعت. طيب للأستاذ محمد تابع مع الأستاذ محمد ونحاوره. طيب نعم. لما نحكي عن تقاطع تقاطع مستقيمين ال A B وال A فتحة ب فتحة تمام. وجدنا أن ال A هي تقع على لو اعتبرنا انه محور الاو اكس او محور الفواصل ايضا الاي فتحه على محور الفواصل اي فتحه وايضا البي والبي فتحه على محور الفواصل نعم تمام. فصار عندي انا هون مستقيمين هون صار عندي الاي بي والاي فتحه بي فتحه طبعا حيكونوا واصلين بين محورين فواصل وتراتيب بين بعضهم فالمستقيمين هون عفوا هون انت وازنه حكيت التقاطع لا التقاطع التقاطع نعم. اذا إيه؟ لاحظ ان النقطه ال نقطه ال اللي هي تنتمي طبعا نقطه ال اللي هي تنتمي للبي سي ايضا والبي سي حيكون محتوى بالمستوي اي بي سي تمام اي بي سي ومحتوى تمام ومحتوى بالاي فتحه ب فتحه سي فتحه طبعا هم بالشكل هذا يا غدير. اذا ال ال هي نقطه مشتركه بين من بين الاي بي سي المستوى اي بي سي ومن مستوى اي بي سي والمستوى اي فتحه ب فتحه سي فتحه اذا في تقاطع هي وكذلك الكي والكي كمان الكي الى اين الكي تنتمي هل هي تنتمي للمستوى تنتمي لل الاي سي لانه هو الاي سي فهي في المستوى اي بي سي تمام تماما وتنتمي للاي فتحه ب فتحه سي فتحه اذا النقطه ايضا مشتركه اذا هذا الفصل المشترك من يكون يا غدير نعم الفصل المشترك من يكون بين المستويين الفصل ما سمعت الفصل المشترك المستقيم فصل المستقيم ايه من هو بين المستويين كيل احسنت احسنت اتمنى لك التوفيق لانك اغنيت هالندوه بشكل بمعلومه جدا دقيقه وهي تقاطع المستوي مع المحاور الثلاث يمكن اختزالها بمعادله مختزله اكس على ا زائد واي على ب زائد سي على سي نعم دمع. هل هناك مشاركة أخرى غدير؟ شكرا لك أستاذ أهلا وسهلا أهلا بك فعلا هذا الطالب طبعا. يعني يستحق متميز. يستحق الثناء نعم. يعني بكل بساطة طبعا. أن أغنى الندوة بمعلومة هي على يبدو أنه مطلع على مراجع ومعلومات نعم. أفادت الندوة حتى ما شاء الله عم يشتغل بإيده يعني محل التمرين حاله كل المسألة حالها إيه؟ وعنده أشكالات بسيطة يعني طبعا طلبنا متميز نوصل للتميز بده يكون فعلا شغل كل شيء بإيده نعم. وحال إلا ما يقع عنا يبقى بعض التساؤلات تساؤلات نعم. فبسهولة يمكن يوصل علامة التامة إن شاء الله هيك طالب إن شاء الله إن شاء الله تمام نتابع مع معك أستاذ محمد هذا المثال الذي نراه أمامنا نتأمل النقطتين A و B ونريد تمثيلا وسطيا لنصف المستقيم A B تمام هذا مثال كنا عم نشتغل فيه بالتمرين كما نشاهد على تمام. الشاشة هلا موجود على الشاشة طبعا نقطتين عملنا شوع التوجيه A B تماما عوضنا طبعا المركبات ال A B اللي هي عبارة عن الأربعة ما بين معي كثير 4-2-1 عوضناها وعوضنا النقطة طبعا اذا مستقيم نصف المستقيم بي اي بعوض البي نصف المستقيم اي بي بنعوض الاي منتبه كثير اطلع هالحالة هي واخيرا تي ينتمي للمجال من صفر الى الزائد لا نهائي طيب لانه هذا المثال نفسه ولكن اخترنا هنا النقطة بدايتها بي فشعاع التوجيه سيكون معاكس تمام لا سيكون شعاع التوجيه هو بي اي بي اي طبعا صار هون مركبات سالب 4 سالب 2 و سالب واحد والتعويض النقطة أيضا بي تماما بدل النقطة اي وتي تنتمي من مجال صفر صفر للزائد لا نهاية
طيب وذكرنا ايضا اخترنا جملتين الان انسه نهى. اذا وجد لدينا مستقيمان نعم في الفراغ برايك ما هي؟ نحن نعلم اذا وجد مستقيم فراغ هناك ثلاث حالات، هلا اخبرتي عنها؟ ممكن ان يكون المستقيمان متوازيان، نعم. ممكن ان يكونا متقاطعان، نعم. ممكن ان يكونا متخالفان. متخالفان، نعم. كيف يكون متخالف؟ التوازي معلوم، نعم. لدينا، والتقاطع معلوم، لكن التخالف كيف يكون التخالف؟ التخالف مثلا لدينا هذا المستقيم وهذا المستقيم مثلا. مثلا اذا دعيني ان امثل أنا سنوها بشكل مختلف، نعم. عنك. المستقيم هو هو خط ليس له عرض، له طول، نعم. فإذا اعتبرنا هذا القلم هو مستقيما، نعم. والقلم الآخر بالشكل اللون الأزرق مستقيما، هما غير متوازيان، نعم. ولا يتقاطعان ولا يقعان في مستوى واحد، تماما. إذن في شروط المستقيم. إذن أولا تفضل أستاذ حكيم لديك رأي آخر. تمام. إذن مستقيما أولا غير متوازيان، غير متوازيان ما في عندي. الحالة الثانية إلها أو الشرط الثاني لا يقعان في مستوى واحد، نعم. إذا وقع في مستوى واحد أصبح متقاطعان، تمام. لا يقعان، نعم. في مستوى واحد صار عندي فراغيان. إذن في في مستوى واضح، الأمر واضح لدينا لأنه نستطيع أن نمثل هذا الأمر على مستوى الورقة. تمام. على مستوى الورقة. إذن عندي حالتين فقط. إيه؟ إذن توازي، طبعا الانطباق حالة خاصة من التوازي. الانطباق حالة خاصة من التوازي. إذن توازي أو تقاطع في المستوي. نعم. بالفراغ الحالة الثالثة اللي هي عبارة عن فراغيان. تماما. الآن أستاذ محمد وضع مستقيمان لدينا الجملة. الصفحة 83 هناك دراسة لوضع مستقيمان في الفراغ، هذه نريد أن نتوضح منها كمان. نعم. أنا سأتحدث عنها. أبنائي الطلبة، هذه المستقيمان نلاحظ أن الشعاعات التوجيه للمستقيمان هما مرتبطان خطيا كما ذكرت، فنلاحظ أنهما يبدو لهما أنهما متوازيان، ولكن توجد إذا اخترنا نقطة فتوجد نقطة مشتركة بينهما. تمام. إذا اخترنا عطينا قيمة للتي بأحد المستقيمين حصلنا على نقطة إكس واي زد الأحداثيات، منعوضها بالثاني. إذا حققت فبيكونوا طبوقين، وإلا بيكون فقط توازي. أبنائي الطلبة سررنا جدا بمشاركاتكم ونأمل أن قدمنا الفائدة لكم. ختاما يسرني أن أشكر الضيوف الأستاذ محمد طيب درويش موجه في تربية ريف دمشق، والآنسة نهى مدرسة في القنيطرة، وشكرا لكل العاملين في الفضائية التربوية، وشكرا لوزارة التربية. شكرا لكم.